إن الثورة وقصص الصمود علمتنا أن المناضل لا يبالي بالخطابات الطويلة والوعود المكررة، بل يخاطب العدو بالميدان ليفي بعهد الدم للوطن وإخوته في النضال. الأسير أكرم إبراهيم القواسمي كان أحد أبرز أعضاء خلية الثأر المقدس، والتي وضع الاحتلال اعتقال منفذيها على سلم أولوياته، ليصمد أكرم بعد الاعتقال ل87 يوماً في تحقيق عسكري أنهك جسده ولم ينهك عزيمته أو انتماءه. هو الهادئ والغامض والأكثر حباً للمساعدة والعطاء، فما ينفك أن يوصي والدته رغم أسره بمساعدة كل أسير محرر أو عائلة أسير خارج الأسر. هي طيبة قلب كسرت القيود لتكون يدا والدته يديه بالعطاء. الصمود نفسه هو ما دفع أكرم لإكمال دراسته في الشريعة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، إضافة إلى الإشراف على دراسة بقية الأسرى لتغذية العقل والروح. وفي العام 2004 كانت الزيارة الأخيرة لوالد أكرم، ليرتقي الأخي بعدها ب17 يوماً، تاركاً ملامحه في صورة أو اثنتين تصبران قلب الأسير على الخبر الأقصى والموقف الأصعب بالسجون. يمر اليوم أكثر من 24 سنة في الأسر، أي أكثر من عمره لحظة الاعتقال، إلا أن ملامح خالد وحبه وصيته يورث بالعائلة لكل جيل جديد. احنا اشتقنا لك كثير، ان شاء الله تطلع السلامة ونشوفك. نحبك، احنا نحبك كثير. السلام عليكم أم أكرم، كيف حالك؟ ان شاء الله تكوني بخير، والله يفوق أسرك ولا معك ان شاء الله، بحبك كثير وشكرا على الألعاب. السلام عليكم أم أكرم، كيف حالك؟ ان شاء الله تكوني بخير، الله يفوق أسرك انت واللي معك، وشكرا على الالعاب، اشتقت لك كتير وانا بحبك. ان شاء الله فرجك على قريب، انا بحبك كتير، مع السلامة. انا اسمي براءة وانا بحبك كتير. انا اسمي عبد الله، بحبك. انا اسمي وليد، بحبك كتير. كيفك؟ انا منيحة، كل عام وانت بخير، وكيفك انت؟ ان شاء الله انت بخير، دير بالك حالك، مع السلامة. خالة كل عام وانت بخير، ان شاء الله تطلع بالسلامة. باي.